الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذه الليلة هي الليلة الأخيرة من شهر رمضان ليلة الثلاثين من رمضان وسبحان الله كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان ويهنئ بعضنا بعضا بقدومه وها نحن الآن نودعه وكما وصفه ربنا عز وجل أياما معدودات ونحن في هذه الليله الاخيره من هذا الشهر المبارك والله عز وجل يقول: ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فنحن في هذا اليوم الاخير الذي نكمل به عده شهر رمضان وينبغي لنا ان نكبر الله سبحانه كما ارشدنا ربنا عز وجل والتكبير المشروع في هذه الليله وصباح العيد يسميه الفقهاء التكبير المطلق وهو يبتدئ من غروب الشمس ليله العيد ويمتد الى وقت صلاه العيد <applause> والتكبير ورد فيه صفتان تثليث التكبير بان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله الحمد او تثنيه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وان قلت الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فحسن. فينبغي ايها الاخوه ان تلهج السنتنا بالتكبير وان نمتثل ما ارشدنا اليه ربنا سبحانه في قوله ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه السنه اعني سنه التكبير يغفل عنها كثير من الناس. فرحم الله من احيا هذه السنه بقوله وفعله. ينبغي ان تلهج السنتنا هذه الليله وصباح يوم العيد ان تلهج بالتكبير وان يعج الناس في المسجد الحرام وفي كل مكان ان يعج المسلمون بالتكبير ممتثلين امر ربهم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ايها الاخوه وغدا هو اليوم وسياتي بعد هذا اليوم بعدما نكمل العدة ثلاثين يوما بعد غد يكون يوم العيد ويوم العيد هو اليوم الأول من شهر شوال يبتدئ يوم العيد بغروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر رمضان إن كان الشهر تاما أو من اليوم التاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا والليله تسمى ليله العيد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها في ان فيها عباده معينه، وانما هي كسائر الليالي وما روي من احاديث في احياء ليلتي العيدين فهي احاديث ضعيفه لا تثبت من جهه الصناعه الحديثيه. وتشرع صلاه العيد. ومن اهل العلم من قال ان صلاه العيد فرض عين. وجمهور اهل العلم على انها ليست من فرض عين على خلاف بينهم هل هي سنه او فرض كفايه. والاقرب الله اعلم ان صلاه العيد انها فرض كفايه. وفهي سنه متاكده ومن فروض الكفايه اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على عن الباقين. فعليك اخي المسلم ان تحرص على صلاة العيد، كون بعض اهل العلم يقول بوجوبها على الاعيان، هذا يدل على تأكد هذه العباده، فينبغي ان نحرص على اداء صلاة العيد، والسنه لمن خرج للعيد ان يفطر قبل ذلك على تمرات، وان يقطعها على وتر، ولعل الحكمه في هذا والله اعلم ان في هذا تحقيقا للفطر يوم العيد، فإن يوم العيد يحرم صومه. ويجب فطره فالسنة إذن أن يفتتح الإنسان يوم العيد قبل الصلاة بأن يفطر على تمرات وأن يقطعها على وتر وأيضا السنة أن المسلم يأخذ كامل زينته عند ذهابه لصلاة العيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ملابسه والناس يختلفون في أعرافهم في ملابس الزينة فعلى الإنسان أن يأخذ زينته عندما يذهب لصلاة العيد وصلاة العيد ركعتان الركعة الأولى تكون سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرات تسميها العلماء تكبيرات الزوائد وهي مستحبة وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال أي أنه يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات ثم بعد ذلك تكون خطبة العيدين ولا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا يوم العيد يهنئونهم بأن الله تعالى أنعم عليهم ببلوغ شهر رمضان وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة وكان يعني كثير من السلف إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد هنأه وقال تقبل الله منا ومنكم ومن أفضل الصيغ في الثانية أن تقول تقبل الله منا ومنكم ولا بأس بأن يؤتى بأية صيغة مناسبة للمقام كأن يقول عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخيرات ونحو ذلك من العبارات المناسبة ويتأكد معايدة الأرحام فإن هذا يدخل في صلة الرحم لأن صلة الرحم تشمل كل ما أدخل السرور على الرحم ف وعلى راسهم الوالدان والاخوه والاخوات والاخوال والخالات والاعمام والعمات وكذلك ايضا الابناء والبنات والاحفاد والاجداد والجداد هؤلاء الارحام الذين تجب صلتهم يدخل في ذلك معايدتهم فان المعايده تدخل في صله الرحم وهكذا ايضا معايده سائر من تعرفهم وتلقاهم من المسلمين كالجيران والزملاء والاصدقاء ونحو ذلك. وكل ما ادخل السرور على نفس اخيك المسلم فهو مطلوب شرعا. وينبغي ان تغتنم هذه المناسبه مناسبه العيد في ازاله الشحناء بين المسلمين. واذا كان بينك وبين احد من المسلمين قطيعه او هجر او شحناء فينبغي ان تسعى لازالته فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه تفتح ابواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا الا من كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا فينبغي ان نسعى لازاله الشحناء بين المسلمين وان يكون هذا العيد عيد فرح ومحبه وموده بين المسلمين. واقول ايها الاخوه لئن انقضى شهر رمضان فإن عمل المسلم لا ينقضي إلا بالموت كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا انقضى صيام رمضان فصيام النافلة لا يزال مشروعا ولله الحمد طيلة أيام السنة ما عدا الأيام التي نهى الشارع عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأعلى درجات صيام النافلة أن يصوم يوما وأن يفطر يوما ولئن انقضى قيام رمضان ف قيام بقية ليالي السنة لا يزال مشروعا ولله الحمد. لا يزال القيام مشروعا في جميع ليالي السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة كل ليلة وينادي عباده هل من داعٍ فاستجيب له؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فاغفر له؟ وذلك وذلك كل ليلة. فينبغي أن نواصل الأعمال الصالحة بعد رمضان سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في العبادة في رمضان فإذا انقضى رمضان رجعوا إلى ما كانوا عليه من التقصير والوقوع في المحرمات قبل رمضان قال بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ينبغي أن نستمر على ما كنا عليه من الأعمال الصالحة في شهر رمضان فإن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور أيها الإخوة وينبغي أن نختم هذا الشهر الكريم بالتوبة إلى الله عز وجل وبكثرة الاستغفار وبالتكبير والتوبة مطلوبة من المسلم في جميع الأوقات لكنها تتأكد في مثل هذا الوقت الفاضل فبعدما من الله عز وجل علينا بصيام هذا الشهر وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة ينبغي أن نختم ذلك بتوبة نصوح بتوبة صادقة والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط التوبة يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الأول الإقلاع عن الذنب والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه مرة أخرى لا بد من هذه الشروط الثلاثة الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع عن الذنب وإنما هو مستمر فيه لا تصح توبته والندم لا بد أن يندم حتى يكون صادقا في التوبة لأن من يقول تبت إلى الله غير نادم على الذنب وعلى المعصية لا يكون صادقا ولهذا جاء في بعض الأحاديث التوبة ندم والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى فإنه إذا عزم على أن يعود إليه مرة أخرى لا يكون صادقا في توبته وإذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين فيضاف الشرط الرابع وهو التحلل من ذلك الآدمي وإلا لم تتم توبته اسال الله تعالى ان يختم لنا شهر رمضان برضوانه، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر، اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم واعد علينا هذا الشهر اعواما عديده وازمنه مديده على طاعتك ومرضاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين